90 عاما هو عمر هذه الورشة، وما زال سوق الهنود بالحديدة غربي البلاد يستذكر ورشة الحدادة التقليدية الشهيرة والتي توارثتها الأجيال جيلا بعد آخر. هذه المحدادة لها أكثر من 80 أو 90 سنة، اشتغل بينها الأب والجد والأجداد، وإحنا استلمناها من بعدهم. ولم تخبو نارها بعد ولم تسترح حتى الآن، كل شيء هنا على حالته الأولى. ورشة بسيطة لصناعة أدوات الطبخ ومعدات السفن ومستلزمات الصيد التقليدي، وإيمان عميق من العاملين فيها على الصمود. فالرزق بالنسبة لمثل هؤلاء العمال ما زال ممكنا رغم كل الظروف المحيطة بالبلاد. ثمة علاقة متوارثة بين هؤلاء وصوت تطويع الحديد، كما لو أنها قصة حياة. ضربة كذا وضربة كذا، يعني على هبة الأرياح، وربك ينزل بكانها لقمة الإنسان من فضله وإحسانه، ما ينسى أحد حتى لو يكون حرب ولا يكون. فالكل مجتهد هنا في بذل الممكن ومجاراة المستطاع وتطويع الأزمنة. فالسنين تمر والأجيال أيضا، فيما الورشة لم تمر، ما زالت تعلم الأجيال أن ثمة حياة ممكنة رغم كل الصعوبات القاسية.